softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل صوص الشوكولاتة اللي هو المروار اللي بيتحط على التورت والجاتوهات والحاجات اللي هي بنستخدم فيها. الصوص ده هو حلو جدا. بس قبل ما اشتغل النهاردة عايزاكوا لايك للفيديو واشتراك للقناة ونفعل الجرس. وزي ما انتم شايفين كده ده حاجة كده بجد تحفة. وده اللي بيتعمل اللي بيعملوه المحلات عشان خاطر يحطوه على التورت والجاتوهات وكده. طبعا الصوص زي ما انتم شايفينه كل اولا هو لما بنعمله وبيتقل بيبرد بيتقل. تعالوا بقى نشوف دلوقتي هنعمل ايه والمكونات بتاعته شكلها ايه. اول حاجة انا عندي كوبايتين الا ربع مية، هو طبعا بالجرامات بس انا حاولت اعملها لكم بالكوبايات او كده عشان خاطر تعرفوا ايه المقدار بالظبط. ده عندي كوبايتين الا ربع مية، عندي كوباية الا ربع سكر، ده كاكاو عندي ربع كوباية كاكاو خام بس ياريت يكون كاكاو نوعية نظيفة نوعية تكون كويسة. وعندي كوباية الا ربع كريم شانتيه بودر، ده اللي هو الخام اللي من غير سكر. وعندي حوالي 200 جرام شوكولاتة خام مبشورة، دي معلقتين كبار عسل كلوكوز او عسل ابيض، ودي معلقة ممسوحة يعتبر كبيرة جيلاتينا بودر، ده بيتجاب من عند العطار بتقولي له جيلاتينا بودر بيديكي هو مسحوق كده يعني زي ما انتم شايفينه. ده هنستخدمه في المنوار بتاعنا. دلوقتي احنا هنستخدم على النار المية، هنحط المية، انا مش مولعة النار على فكرة، دي في الحلة قبل ما اولع النار على البارد يعني الاول برا. هنحط المية وهنحط السكر وهنحط الكاكاو وهنحط الكريم شانتيه البودر وهنبدأ نقلب تقليب مستمر لحد ما الخليط كله يتجانس مع بعض. المهم ان احنا هنخلطه كويس جدا قبل ما اولع عليه النار، وهحاول ما خليش فيه اي تكتلات او ويبقى كله يعني اندمج مع بعض، ودي اهم حاجة قبل ما احطه على النار. طبعا انا لسه عندي الجيلاتينا البودر بره وعندي الشوكولاتة الخام وعندي العسل، فدلوقتي انا خلطتهم حلو قوي اهو وهبدأ اولع عليهم النار. يغلي معايا، انا عايزاه يغلي لمجرد الغليان، وبرده بقلب فيه طول ما انا هو على النار. انا بولع اهو النار قدامكم لان انا عملته يعني قلبته ودمجت المكونات كلها مع بعض قبل ما اولع النار. دلوقتي بقى انا هفضل اقلب فيه لحد ما يغلي معايا، واول ما هيغلي هبدأ انزل معايا العسل، وياريت يعني تبقى قبل المرحلة الاخيرة انزل العسل، لان العسل ده هو اللي بيديله اللمعة، بيبقى عامل زي الازاز كده، اللمعة اللي هي بتبقى موجودة على التورت لما بتشوف التورت عليها الشوكولاتة من فوق بتبقى بتلمع، هو دي بقى اللي بيديله اللمعة. هنا دلوقتي قبل اي حاجة الجيلاتينا دي ما ينفعش تتحط على النار دايركت كده، هتكلكع وهتعمل حبيبات كده، فالمفروض ان انا بجيب ربع كوباية مية وبقلب فيها الجيلاتينا البودر دي، وبعد كده بنزلها زي ما انتم ما شايفين فعلى قلب في الخليط نفسه، وهبدأ برضو اقلب تاني على النار. وطبعا كل ما هيقعد على النار هيبدأ يتقل، فدلوقتي انا هقعد اقلب لحد ما يوصل للقوام اللي انا عايزاه، اللي هو هيبدأ يتقل شوية بشوية، بس مش هيبقى تقيل قوي يعني هيبقى حلو ماسك نفسه كده. وهو تلقائي يعني لما بعد ما بخلصه ويبدأ يبرد، كل ما يبرد كل ما هيتقل. دلوقتي اهو انا بدأت احط العسل بتاعي. طبعا اللي عنده عسل كلوكوز هو الوصف اساسا بالعسل الكلوكوز، عندكيش عسل كلوكوز بديل لي اللي عندي العسل الابيض.
فدلوقتي بقى انا هقلب معاها، اقلب على طول، وبعد كده هطفي عليه، ومش هحط الشوكولاتة الخام على النار. انا بقول اهو مش هحطها على النار، انا هشيل يعني هطفي النار الاول، وبعد كده هنزل بالشوكولاتة الخام. انا الشوكولاتة دي بشرها بالسكينة كده او اقطعها بالسكينة عشان تسهل عليا ان هي تدوب بسرعة جوه الخليط بتاعنا. هبدأ اقلبها، هي بتدوب بسرعة، هي دول حوالي 200 جرام. طبعا لازم ابشرهم ولازم اقلبهم، ومش هقلبهم على النار. انا قلت انا طفيت النار وبدأت اقلب عشان مش هينفع تتحط يعني وهي النار شغالة، هبدأ احط الشوكولاتة، مش هتنفع يعني. وده كده بقى خلاص، هي كده يعتبر خلص، هسيبه بس 2 3 على النار، وبعد كده هبدأ اخرجه من على النار. بصوا هو ده كده لسه سخن، يعني انا بوريكو شكله بس والقوام بتاعه، هو سخن. يعني هو قوامه يعني كده يبان ان هو خفيف شوية، بس هي الفكرة كل ما بيتقل، وهو يعني هوريهولكو برضو بعد شوية بعد ما يبرد شوية، هوريكو برضو القوام بتاعه بيبقى عامل ازاي. اولا بيتقل وبيبقى شكله حاجة تانية خالص، بس بيبقى طعمه حلو جدا وقوامه بيبقى حلو، وهو ده اللي بيبقى على الترط اللي احنا بنشتريها الجاهزة. وبصوا فيه لمعة كده، انتوا شايفين اللمعة اللي فيه دي، هي دي بقى اللمعة اللي العسل بيعملها، وبتبقى حلوة جدا زي ما انتم ما شايفين كده. وكل ما انا زي ما انا ما قلت، كل ما بيبرد كل ما بيتقل وبيبقى حلو جدا. فده معانا الصوص الشوكولاتة اللي هو المنوار. المفروض ان ده زي المحلات بالظبط زي ما بيعملوه. يعني انا مش عايزه اقول لكم، حاجه حلوه جدا وهتعجبكم، وفي نفس الوقت مقاديره مش صعبه وطريقته سهله جدا. النسبه اللي انا قلت لكم عليها دي يعتبر نص المقدار، اللي حابب يضاعف الكميه مفيش اي مشكله. وده صوص الشوكولاته معايا، ويا رب يعجبكم، والسلام عليكم.